السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ورياكشن جديد على قناه لوكال ميكس برو. شي اصدقاء من الجزائر صيفطوا لي واحد الفيديو قالوا لي ضروري دير عليه رياكشن. انا سينا وين بها. انا في الاول كيحسب لي شي تراك، ما نكذبش عليكم، كليكيت على اللين باش تدخل نشوف البلان، تصدمت. اول حاجه لقيته ماشي رابر، وكنت كنقول كيفاش انا سينا رابر، انا عمري سمعت بهذا الرابر هذا. ملي دخلت شفت واحد البلان ما نكذبش عليكم عجبني بزاف، وفي نفس الوقت قاسني بزاف. باش ما نطولش عليكم قبل ما نبداو في الرياكشن، ما تنساش لك حتى اول مره كتشاهدنا على اليوتيوب انك ضغط زر الاعجاب، اشترك في القناه، تفعل الجرس، وقت تشترك معنا ما تنساش انك ضغط زر الاعجاب، خلينا واحد الكومونتير. من بعد الانترو ونبداو الرياكشن ديالنا. لوكال ميكس برو. ومدور رياكشن ديالنا انا سينا وين بيها. وين بيها لي ريزو خماجو باش تكونيكتي لازم كيتمان، ما بقاش يدور الزمان، تشوف البوسان في مسلسلات رمضان وانت فرحان، الخلل باين، البيبليك هو البروبلام. اول حاجه الخوت هاد البلان هذا شحال هذيك كنسمع لواحد الاخ جزائري حتى هو شكيو لي الشيخ شي حاجه نسيت على السميه ديالو، حتى هو كان كيدير دي فيديو بحال هادو. واللي بغيت نقول لكم هو ان هاد السيل هذا كان داخل في ثقافات لي بوب اليبوك، كان كيتسمى بالسلام على ما اظن، لا بقيت عاقل. المهم ما عنديش خلفيه على هاد الشيء بزاف، ولكن بلان زوين يعني في العود ما تحط انسترومونطال وترابي، يعني ترابي الليريكس ديالك، كانوا كيحطوا غير دي زومبيونس فوكال بحال هادو، كيحطوا الليريكس ديالهم بحال قلتي كتلقى الشعر وصافي. هنا حطي انا سينا حطي الدعاء الخلل ديريكت، ديك الخلل بين الخلل في البيبليك، راه ماشي راحت البيبليك هو اللي كيطلع دوك التفاهين والتفاهات، هما اللي كيطلعهم في ليفيوز، هما اللي كيطلعهم في التوندونس، هما اللي كيطلعهم في كل شيء. وين بيها لي ريزو خماجو باش تكونيكتي لازم كيتمان، ما بقاش يدور الزمان، تشوف البوسان في مسلسلات رمضان وانت فرحان، الخلل باين، البيبليك هو البروبلام، خفت نطلع النيفو واحد ما يفهم الكلام. هذا هو المشكل، الخلل في البيبليك، وملي كدير شي محتوى نيفو اونتر بارونتيز لي ليفل ديالك تيكون عالي في شي دومين، وكدير محتوى على داك الدومين وكتنشرو، ما كي حتى واحد ما كيسوق لك حتى شي واحد. خصك بحالك خصك تكون مكلخ، تكون ديوت، تكون بزاف د الحوايج ودير فيديوهات ديال هادشي باش بنادم كلشي يتفرج فيك، كلشي يطلعك. سمحوا لي طولت عليكم، ولكن راه كاين شي حوايج راه خصنا نناقشوهم ضروري وحنا كنتفرجوا في هاد الفيديو هذا. لازم نتجيح في التيك توك وننفذ الاحكام، قد البغل اللي تبع لي كلاش تاع طيابات الحمام، ويطلع الاعلام للسوسيالات ولي فاملات، ويموت على حكايات الطلاق وفضايح الهجالات. ناري اما صح، كل شيء كيتبع دابا الكلاشات، ما كندويش على الكلاشات ديال الراب، الكلاشات ديال الراب هما داخلين في ثقافه الهيب هوب، كندوي على الكلاشات بين هاد اليوتيوبر وهاد المولات روتيني وهذا كيدير هادي وهذاك، وبار كيتعايروا بعضياتهم وهادي مهم بزاف البلانات، راكم عارفين هادشي اللي كاين، وانا متاكد بان راه شحال من واحد دابا كيتفرج في الفيديو راه حتى هو كيتفرج في داك النوع ديال المحتوى. وكننصحك اخويا بعد من داكشي الا بغيتي تزيد تعلم شي حاجه في حياتك وبغيتي تزيد نيشان في حياتك. ربة بيت تبع خام جامعة بنتها في الدار، يخشفناهم استقبلوا الزبل اون فامي في المطار، ايا نفرحوا بلادنا دخلت الحضارة، كاينة اللي تمد الدروس للبنات كاش يخدموا الدعارة. بلان خور بان الدعارة وصلت تل الديور ديالنا. هادشي كاين، شوفوا هادشي ماشي غير في الجزائر، راه الاخوان راه والله حتى العالم العربي كامل دخلوا هادشي، والعالم العربي كامل كيعاني من هادشي، راه ماشي مني دابا راه كنحس بيه بحال كيهضر على المغرب، والله العظيم هو كيدوي على بلاده وانا كنحس بيه كيدوي على المغرب، حسيت بيه بانه مغربي وكيقول داكشي اللي وقع في المغرب، حيت نفس الشيء راه حنا كاملين طايبين في طاجين واحد. كما قلت لكم الدعاره ودخلت حتى للديور ديال عباد الله، مشكله والله. هادشي ضرني في خاطري، انا تقريبا تفرجت حد هنا عجبني الفيديو قلت الله تندير عليه رياكشن. الحلاوي يتجاهروا في لي لايف وما يخافوش، ماشي بيزار مادام الديوث مخلي ولادو يتبعوا هاد العار، حط راسك وخمم في هاد القضيه. واحد البلان عاود شفته غير البارح في فيسبوك، طالع كنتسارى في فيسبوك، مثلي واحد التصويره ديال وحده مصوره في الطوموبيل ومدرقه، مصوره هي وراجلها ومدير واحد ليموجي على الوجه ديال راجلها وكاتبه راجلي ما بغاش يبان. ومعايا واحد صاحبي قلت لي شوف الايه تقلبات دابا، داكشي اللي خصو يديرو الراجل
المراه اللي كدير. مهم كاش بلادي شهروا بصحاب الامراض العقليه وينحوا لهم الخصوصيه والشيات يخدم بهم ويتغطى مور الجمعيه. الدونجي سي كل منكر تقبلناه، الطياح ولا نورمال ميم با في قلبنا ما بدلناه. سي الطياح راه ماشي سي باس كاين غاشي راجي اللي يحب هادشي. لي ريزو مرآه المجتمع اللي يحب الاستغباء. بصح دابا دابا واحد النقطه، شوف شوف انا نقول لكم واحد البلان، لا الا الا خدمتو به غتوليو تعرفوا مع من كتجلسوا، شكون كتعرفوا مع من كتهضروا. اي شخص تعرفتي عليه في الحقيقه بغيتي تعرف العقليه ديالو وحتى النفسيه ديالو، دخل غير اللي غير لي كونت ديالو انستغرام ولا فيسبوك، دخل شوف داكشي اللي كيبارطاجي اللي كيبارطاجي وداكشي اللي كي اللي كيلوح في تصاور ولا فيديوهات اللي كيلوح في الكونت ديالو، غتاخد فكره عامه على داك السيد، واش داك السيد مادي او لا، يعني مريض نفسي بشي عنده شي مرض او لا عنده شي حاجه شي كيماش شي فونتازم او لا عنده، المهم شحال من حاجه غادي تعرف على داك السيد. ديك الساعه غتعرف وشكون انت مع من غادي تعاشر وشنو شكون هذا اللي داخل معاه في شي بلان. هادشي اللي بغيت نوصل لكم. بيناتنا الملايين تاع لي فيوك ما تجاوش من الفضاء، حياتنا بالمواقع راهي تتاثر. مرحبا بك في الشارع تشوف الواقع المر بعقلية اختيار. فيديو واعر هذا خوت، فيديو واعر. بابيك في الشارع تشوف الواقع المر بعقلية اختيار راسي القلوب ولو بردين. البطل تغاو اللي مخلصين اهل الحق ساكتين. فلاري كلام السوء تحشمام اوترامي يا وتوحشنا نمشو برا اوفامي. لا حياة لا ثقافة لا حرمة لا دين. الطفلة تخاف تمشي وحدها من المكبوتين. لي زاغريسيون راهي معمرة سراقين في التيك توك. لا فيرتي بلعباس والشيش ما تعتعريين. العقلية مافيا تجي انا والرجلة بالمواس. الحالة مسورخة وتشوش قتلت لا جوناس. الغبرة في الشيام الدور راني خايف نجيب دراري يخطفوهم يختصموهم بعد ما يبيكيهم بلي باري. الصغير ما يقادر الكبير والكبير يدير لي كريم. هكذا تصراكي غاب التربية وغاب التعليم. لا العائلة لا المدرسة لا المؤسسة راهي تربي. واللي دخل الرجلة يكفر على ربي. مازال لي يشرك بالله ويدير سحون. أرواح تشوف الجاهلين يطوفوا على القبور في التاريخ ما تعرف. صافي كيعبر هاد السيد، هذا هاد السيد راه كيمثلني وكيمثل واحد الجينيراسيون اللي كتلاحظ هاد الشيء. حيت حنا الوقت فين كبرنا، ما حدنا كنكبروا كنشوفوا الدنيا كتبدل، كنشوفوا لا مونطاليتي ديال الناس كتبدل. ماشي بحال الجينيراسيون جديده عندك نقولوا من 2000 ودابا حلوا عينيهم، حلوا عينيهم في هذا الشيء. حنا حيت حنا نهار تزادينا، المهم الناس اللي فايتين 30 عام راه ما كانت السوشيال ميديا ما كنعقلوا. حنا عارفين الوقت اللي دخلت فيه السوشيال ميديا اول ما دخل، المهم ام اس ان وفيسبوك و انستغرام شلنا داك الشيء حضرنا ليه حنا الولاده ديالو. وقبل هاد لي ريزو سوسيو ما كانش هادشي اللي كيهضر عليه هاد السيد. عرفتي راه كان واحد هادشي كانوا كنقليلو في بلايص ديالو. هادشي ديال التحرش، هادشي ديال الزنا، هادشي ديال الدياتا، هادشي ما كانش. ولكن باش كيفاش دخل وتغلغل في الفكر ديال الجينيراسيون اللي طلعات بهاد لي ريزو سوسيو. في النسوان من الرجال هذا حق الشهداء اللي ماتوا باش نعيشوا في الاستقلال. مالا قبل ما يدوموندي ترى هاد الكلمة هادي راه كطر في الخاطر. قال لك هذا هو حق الشهداء اللي ماتوا باش ناخذوا حنا الاستقلال، باش نعيشوا في الاستقلال. الناس راه حاربوا، راه ضحاوا بالدم ديالهم، بالعائلات ديالهم، بالاموال ديالهم، بالعمر ديالهم، في سبيل ان بلادنا تكون استقلال. راه الجزائر لا المغرب لا تونس، راه كاع الدول العربيه كانت محتله. راه كنا جدودنا مساكن تقاتلوا باش حنا كنعيشوا دابا هاد العيشه هادي، وباش انا جالس كنصور دابا، وباش انت جالس وكتفرج فيا دابا وكتفرج في هاد السيد. راه جدودنا راه جدي كان مناضل، راه حارب مع فرانكو. كنقول لكم راه جدي راه كان في الجيش في الاخر. شي دابا انا جدي نوض من القبر ويشوف هادشي اللي كاين، راه غيندم تتحارب. والله حتى غيندم بالله. باش نعيشوا في الاستقلال مالا قبل ما يدوموندي وحقوق المثلية. هذا ميساج للدولة الجزائرية. كما كاين عقوبات وقوانين سياسية نسحقوا سلطة الضبط في الريزو دير لنا ثورة أخلاقية. وانت هادشي عمرو يكون أخويا، حيت هادشي اللي كتهضر عليه انت واللي انت ضده راه برعاية الدولة.
راه برعايه اي حكومه واي دوله. علاش؟ حيت حنا في دول شمال افريقيا ولا في الدول الافريقيه بصفه عامه حنا باقي عندنا العجز المادي وباقي تابعين كناخذوا لي كريدي من لي بنك، وفيما كندفعوا شي دوسي ماشي حنا حكومات ديالنا كيدفعوا شي دوسي باش ياخذوا يعني القروض، كتحط ليه واحد الدوسي خصو يسيني عليه في عدد من الاتفاقيات، من بينهم مؤخرا اتفاقيه ديال الاعتراف بحقوق المثليين. الا ما سينيتيش ما غتاخذش داك القرض. ها نقطه زائد ان داكشي دخل عندك شحال الدار دابا، ولا ولدي انا ولدي وليت حاضي معايا في التليفون، كان عندي ولدي عنده 5 سنين كيعرف التليفون والتيك توك هذيك، انا وليت حاضي معاه فيما كنلقى شي باج ماشي هذيك كنحاول نبلوكيها، وكاين شحال قدك تبلوكي راه داكشي بحال الفيروس تغلغل. انت اللي راك تشوف والله غير في يدك مسؤوليه، انت ديسيدي واش يطلع قله التربيه ولا حاجه نقيه. انا العيب فيا نغلط مانيش معصوم، بصح جامي نكون راضي ومدلول، جامي نفسد الاخلاق ولا نخسر، جامي ندير طيح القدر. اشفاو باللي راني نهضر ونبدل يا لو كان بكلمه هاد المنكر، ديروا لهم دوكا فضيحه. والله لا شكرا، شكرا للدراري اللي صيفطوا لي في انستغرام الفيديو هذا باش ندير عليه رياكشن، حيت انا صراحه ما كنظنش راسي انني اهل انني ندير رياكشن على هذا الشيء، حيت هذا الشيء اي واحد فينا يقدر يدير عليه، شنو اي واحد فينا كيشوف هذا الشيء وموضوع متغلغل في المجتمع ديالنا، وما عادي ما انا كنتفرج في حالي بحالكم، ما في ما كتب لي شي حاجه كنقولها، وسمحوا لي الا طولت عليكم الهضره في الفيديو هذا، حيت هذا الشيء قاسني بزاف صراحه. نستينا على بالي مأمرة بهال اليمن لي باج مش راح يجيك من اللي مازال يستنى يتعاود الماتش، نبقى نجيني ميمسي ما عنديش اسبوار. هذا كلاش وير، انا عارف كيقصد هنا الماتش ديال واقع اسكاسامو، الماتش ديال الجزائر والكاميرون، وشي وحدين بقاو كيحلموا ان الماتش يتعاود، تخيلوا المونديال ملعوب وما كيحلموا ان الماتش يتعاود، هنا كيقصدهم. بالي ما نقيش كامل الدار، مي اومو نقص شويه غبار، واذا ما خفتش على روحك خمم على وليدك ما يخرج لكش 106 بليطار. هذه النقطه اللي قلت لكم دابا، اي واحد عنده شي ولد كتولي خايف دابا، والله حتى ما نكذب عليكم تتولي خايف على ولدك، والناس اللي ما عندهمش الولاد قبل ما تفكروا انكم تديروا الولاد تفكروا كيفاش غتحميوهم من هاد الشيء اللي واقع دابا. سير شو الفيروس ديال المثليه، هاد الفيروس هذا اللي ولاو باغي ندخلوه صحه في المدرسه في الدار، عادشي تخيلوا دابا رسوم متحركه بزاف د الحوايج، يعني كيفاش غتربي ولدك وكيفاش غتحاول انك تكالي عليه هذاك الخبط الفكري وداك السموم الفكريه اللي باغي ندخلوها لولادنا. واللي ما عجبوش الحال وتوسوس وحسها في جنابه شحراني عليك وخبط راسك مع الجدار. صراحه ما قال حتى شي، ما زاد حتى شي حاجه من عنده، وما ما كايناش المبالغ، شحال من واحد غيقول لك لا حقا كيبالغ كيزيد فيه، راه هادشي اللي كاين، راه هذا هو الواقع اللي كنعيشو. كانت ديال الرياكشن ديالنا على انستينا وين بيها، نسيت ما وين بيها، حنا عندنا في المغرب لو بغينا نقولوا وين بيها كنقولوا فين غادي بها، كنكملوا هذيك غادي حيت فين كتقصد ما كتكملش لينا هذاك المعنى، وين بها هي فين غادي بها عندنا. نتمنى تكون عجبتكم الرياكشن لك، تاول مره كتشاهدنا على اليوتيوب ما تنساش نقطه تاع الاعجاب باش تبقى تفعل الجرس وتكتب الشرك ما تنساش نقطه تاع الاعجاب باش خلينا واحد كومونتير. شكرا لكم على حسن المتابعه، الى اللقاء في رياكشن اخر ان شاء الله.